اهلا بيكم في كورزيرف، معاكم احمد عاطف ويلا بينا نبدا في اول ليكتشر. انت مش مطلوب منك يكون عندك اي خلفيه عن البرمجه لاننا بنبدا من الصفر، فعشان كده خلينا نبدا اول حاجه بالسؤال البسيط ده، يعني ايه اصلا بروجرامينج لانجويج؟ ايه هي لغه البرمجه؟ دلوقتي انا بتكلم عربي عشان انت هتقدر تفهم اللغه بتاعتي، يعني انا بعرف اتكلم عربي وانت بتعرف تتكلم عربي وبالتالي انت قادر تفهم اللغه العربيه، فعشان كده احنا بنستخدم اللغة العربية عشان نقدر نتكلم مع العرب. طب تعالى كده مثلا لو انت بتتكلم مع حد بيتكلم انجليزي، فلو انت فاهم انجليزي او لو انت عارف اللغة الانجليزية فانت هتتواصل معاه بنفس اللغة. ليه؟ لان دي هي اللغة المشتركة ما بينك وما بينه، هو ما يعرفش عربي، فانت بتدور على اللغة اللي انت هتقدر تتواصل بيها مع الشخص اللي قدامك عشان تبدأ ايه؟ تتكلم من خلالها. فعشان كده مثلا لو اللغة الإنجليزية فاحنا بنتكلم بيها مع ايه؟ مع لو حد بيتكلم انجليش، واحنا بالتالي لازم طبعا نكون قادرين ان احنا نتكلم ايه؟ انجليش. نيجي بقى لأهم حاجة وهي دي بقى الموضوع بتاعنا، وهي لغة البرمجة، ان احنا بنستخدم لغة البرمجة عشان نتكلم مع الايه؟ الماشين اللي قدامنا. طب بمناسبة بقى الماشين، خلينا بقى نتكلم على الماشين لانجويج. ايه هي الماشين لانجويج؟ الماشين لانجويج او لغة الماشين بقى اللي هي لغة الجهاز بتاعك بكل بساطة هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن كوليكشن، يعني مجموعة من الباينري ديجيتس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جيت كده بصيت على الصورة اللي قدامك، انا عايز اقول لك ان الكمبيوتر بتاعك ما بيفهمش غير لغة الزيرو والون. هو الكمبيوتر بيفهم الحاجات اللي انت عايز تعملها ازاي؟ ابعت له زيرو وانز كتير كده هو هيرجع لك حاجات معينة او هو هيعمل اكشن معين. كويس، زي مثلا ان انت عندك ابلكيشن، عامل ابلكيشن، فانت قلت له لما هدوس مثلا على الابلكيشن فهو هيفتح لي الابلكيشن ده، فانت شايف قدامك انك بتدوس على ابلكيشن، بس ورا كده يعني ما وراء الستار زي ما بتتقال، انت كل اللي بيحصل في حبة زيرو وانز كتير كده بيتبعتوا، بيحصل لهم حبة يعني بروسيسنج كتيرة، وبعد كده تلاقي انت الابلكيشن اتفتح عندك، بس انت ما تعرفش كل الكلام ده. فالماشين لانجويج هي كوليكشن من الباينري ديجيتس، فلو انتوا شايفين هتلاقي ان الباينري ديجيت الواحد هو عبارة عن 0 او 1، لكن لو انت بقى باينري نمبر او بقى هو هيكون نمبر مكون من باينري ديجيتس، فده كده ايه؟ الباينري نمبر اور بيتس. بت دي هي اصغر وحدة عندنا هنا في الايه؟ في الماشين لانجويج، والبت هي بالظبط ال 0 او ال 1، يعني ممكن بتشيل يا 0 يا 1 مالهمش تالت، وفي نفس الوقت دي الحاجة اللي الكمبيوتر بيقدر ايه؟ بيقدر يقراها ويترجمها. طب ايه تاني بالنسبة للماشين لانجوج؟ زي ما قلت لك بالظبط من حبة صغيرين ان الماشين لانجوج دي هي اللغة الوحيدة اللي الكمبيوتر بتاعك بيقدر يترجمها وايه؟ ويفهمها. طب هل بقى انا هبقى بستخدم الماشين لانجوج دي عشان اتعامل مع الكمبيوتر؟ ما هو مش طبيعي ان انا اكون زي الشخص الحزين ده ان انا اقعد اتكلم الكمبيوتر بالشكل اللي قدامي، غير طبعا لو انا جيت كتبت له كلام مفهوم بالنسبه لي زي مثلا كلمه برنت هلو وورلد، فانا كده بقول له ان انت هتعمل لي ايه؟ اطبع لي مثلا على الشاشه كلمه برنت اهي هلو وورلد. فانا دلوقتي اتكلمت مع الكمبيوتر بلغه بسيطه جدا وهي الانجليزي، انا قادر افهم انجليزي. هو بقى بياخد اللغه البسيطه دي اللي هي برنت هلو وورلد دي كده اهو، ويقوم واخدها محولها للزيرو الوانز الكتير اللي انتوا شايفينهم. بالمناسبه هلو وورلد اللي انتوا شايفينها قدامكم هنا هي بالظبط هلو وورلد بس مكتوبه بالزيرو الوانز. فطبعا انت هتكون شخص حزين، لكن احنا مش حابين كده، احنا عايزينك تكون على الاقل شخص ايه؟ قادر تفكر. خلونا بقى دلوقتي نتكلم على الحاجه الثانيه او الحاجه الثالثه اللي هنتكلم بيها عندنا في البريفيو ده، وهو السوفت وير ديفلوبمنت. احنا عندنا في السوفت وير عموما او اي ابلكيشنز احنا بنعملها هو بينقسم لثلاث حاجات، لثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجه منهم هي الديسكتوب. يعني ايه الديسكتوب ديفلوبمنت؟ يعني مثلا انا هنا البرزنتيشن دي هي موجوده على برنامج الباوربوينت، لو انت مثلا جيت فتحت الوورد تكتب عليه حاجه، جيت تعمل مثلا اي ابلكيشن بتفتحه من عندك على الديسكتوب او من على الجهاز نفسه، فكل ده يندرج تحت ايه؟ تحت الديسكتوب ديفلوبمنت. طب بيجي بقى المبرمجين، المبرمجين بقى عشان يعملوا برنامج على الديسكتوب زي الباوربوينت والى اخره، بيستخدموا لغه برمجه اسمها ايه؟ يعني دلوقتي عندي اللغه الانجليزيه واللغه العربيه واللغه الفرنسيه، فبرضه لغات البرمجه هي بيكون ليها لغات معينه، بيكون مثلا في لغه اسمها كذا ولغه اسمها كذا، وهنتعرف عليهم مع بعض.
ففي لغة البرمجة المستخدمة بالنسبة للديسكتوب وهي لغة الـ C++. هي في لغة كده زي اللغة العربية، في لغة اسمها ايه C++، ودي بتستخدم في الديسكتوب ديفلوبمنت. في لغة تانية بتستخدم في الديسكتوب ديفلوبمنت برضو هي السي شارب. ومعلومة سريعة ليك، السي شارب برضو بتستخدم في الجيمنج، في صناعة الألعاب الـ 3D والـ 2D. وبعد كده في لغة كمان، وهي دي بقى اللي احنا هندرسها في الكورس بتاعنا ده، وهي الجافا اس اي او الجافا ستاندرد اديشن. احنا اللغة اللي هندرسها في الكورس بتاعنا هي هتنفعك انك لو حبيت في اي وقت تكمل الكارير بتاعك كديسكتوب في الديسكتوب ديفلوبمنت هتقدر تكمله عادي جدا. ليه؟ لانك هتكون دارس الجافا اس اي، وفي نفس الوقت لو انت حابب، او احنا كده كده الكورس بتاعنا ده هو مينلي على بيتكلم فيه الاندرويد ديفلوبمنت يوزنج جافا، فانت كده كده برضه هنتعلم فيها ايه الجافا اس اي. يبقى انت كده اللغه اللي هتتعلمها دي هتنفعك في حاجتين، انك هتكمل بيها الكورس بتاعنا اللي هو الاندرويد، والحاجه التانيه انك لو عاوز تخش في تراك الديسكتوب ديفلوبمنت هيكون سهل جدا 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 انك تبدا فيه. تاني حاجه في السوفت وير ديفلوبمنت وهي الويب سايت. طبعا يعني كلنا ما زي ما انت لو شفت الموقع بتاعك وزرب، فالموقع اصلا انت اول ما تخش عليه ده كده ايه ده موقع، وانت شفت ايه في قدامك في الموقع؟ انت شفت مثلا قدامك ان في البروفايل، في الكورسز الموجوده والديتيلز بتاعتها. فكل الديزاين اللي انت شايفه قدامك في الموقع ده بيكون خاص بالويب ديزاينر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصلا الويب هو مش مثلا زي الديسكتوب، لا، الويب عندنا بينقسم لقسمين، جزء خاص بالديزاين انك تخش تلاقي فيه صور وتلاقي مثلا اللوجو بتاع كورزيرف، وتلاقي ان انت عندك في بوتنز وفي فيلدز وفي فيديو، كل الكلام ده ايه ديزاين. طب امتى بقى يعني ده كده خلينا الاول نعرف اللغات وبعد كده هكلمكم على الجزء الثاني. فطول ما انت في حته الديزاين، يعني حتى لو انت قدامك لوجن فورم، اللوجن فورم دي اللي هي عباره عن ايه، اللي هو مثلا بيقول لك اكتب اليوزر نيم واكتب الباسورد وبعد كده ايه دوس لوجن. طول ما انت تكتب اليوزر نيم والباسورد وبتكتب وبتدوس على زر اللوجن وما حصلش حاجه، يبقى انت كده في الديزاين. كويس. ليه في الديزاين؟ لان انت البوتن ده انت ممكن تكون حابب ان هو يكون بوتن عادي مربع، ممكن يكون عامل بوتن ان هو سيركلر، ممكن تكون حابب انت في بوتن فكره معينه في دماغك عايز تعملها، فكل ده ايه ديزاين. ففي الديزاين بيستخدموا له حبه حاجات كده زي مثلا HTML اللي هي الهايبر تكست مارك اب لانجويج، وفي مثلا حاجه زي السي اس اس دي بتحسن من الديزاين زي الكاسكيدنج ستايل شيت، وفي كمان لغه زي الجافا سكريبت، ودي طبعا غير الجافا. الجافا حاجه والجافا سكريبت حاجه تانية. الجافا سكريبت ودي بقى ايه اللي انت تبدا تعمل بيها انيميشن في الديزاين اللي انت عملته عندك في الويب سايت. طب امتى بقى وقت ما تدوس على اللوجن يبدا بقى يشوف هو اليوزر نيم ده كان موجود ولا لا، طب الباسورد ده صح ولا غلط. فساعتها بقى ايه هنتكلم بقى مش في الفرونت اند ديفلوبر، هنبدا نتكلم في الحاجه التانية وهو الباك اند ديفلوبر، او الاسم التاني اللي هو ايه الويب ديفلوبر. ففي الويب ديفلوبمنت عموما بيستخدموا له حبه لغات زي مثلا البي اتش بي وزي البايثون وزي الروبي وزي الاي اس بي دوت نت اللي هي السي شارب. يبقى زي ما انت شفت كده السي شارب استخداماتها ايه، ليها استخدام في الديسكتوب وليها استخدام في الجيمنج والفي ار والاي ار اللي هي الاوجمنتد رياليتي، وليها التالت استخدام ليها فين كمان، في الويب ديفلوبمنت. وكمان بيستخدموا له لغه زي الجافا دبل اي اللي هي الانتربرايز اديشن، ودي برضو عايز اقول لك ان انت لما تدرس اساسيات الجافا كويس جدا جدا جدا، الجافا دبل اي بالنسبه لك هتبقى ما فيهاش اي مشكله، لان في الاول وفي الاخر هي جافا. فطبعا في الويب ديفلوبمنت هم مش بيستخدموا له كل اللغات دي، يعني مثلا ما فيش موقع هتلاقيه مثلا مستخدم بي اتش بي وروبي وبايثون وسي شارب، مش هيستخدم كل اللغات، لا، هو بيستخدموا له عادي لغه او اتنين. يعني مثلا فيسبوك بيستخدم اكتر من لغه، بحيث ان في فيتشرز معينه بتتعمل بلغه وبلغه تانية لا. اخر حاجه عندنا بقى وهي اللي هي اهم حاجه بما انها هي الكورس بتاعنا، وهو الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت. يبقى احنا كده اتكلمنا على الديسكتوب ديفلوبمنت واتكلمنا على الويب ديفلوبمنت، وقلنا ان هو بينقسم لقسمين الفرونت اند والباك اند. الفرونت اند اللي هو مين اللي بيركز على الديزاين، والباك اند اللي هو بيركز على الديفلوبمنت ككود نفسه، من ناحيه بقى ان هو يشوف اليوزر نيم ده موجود ولا لا. طب مثلا لو انت بتشتري حاجه من على الويب سايت ده، فهو وقت ما تشتري فهو لازم بدل ما كان ناقص 3 منتجات فلا يخليهم مثلا منتجين بس، فكل ده ايه تبع الباك اند.
فنيجي نتكلم بقى على الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت. ففي الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت هو ده يعني اكبرهم، بما ان بيكون فيه اصلا اكتر من اوبريتنج سيستم شغال بالنسبه للموبايل. فخلينا كده نتكلم على اول واحد اللي هو الخاص بالكورس بتاعنا، وهو الاندرويد اوبريتنج سيستم. وبعديها هنتكلم على تاني واحد وهو الاي او اس، وهو الخاص بالايه، بالايفون اللي هو الابل اللي هو بيكون فيه اللوجو بتاع التفاحه اللي هو الايفون. الاي او اس دي اختصار الايفون اوبريتنج سيستم. وفي واحد كمان ثالث بس هو يعني ممكن نقول ان هو خلاص يعتبر انقرض، وهو الويندوز فون. ففي الاندرويد اوبريتنج سيستم هو زيه زي الويب، هو برضو بينقسم لقسم خاص بالديزاين، يعني هيكون عندنا صفحه كده نعمل فيها الديزاين بتاع الابلكيشن بتاعنا، وهو ده اللي هو مين، اللي هو الاكس ام ال او اليو اي اللي هو اليوزر انترفيس اللي احنا هنتعامل معاه. طب وقت بقى الباك اند اللي هو بقى الديفلوبمنت نفسه ككود، هنستخدم بقى ايه، الجافا اس اي او الايه، الكوتلين. طب حتى هيجي يقول لي، طب ما الكوتلين مثلا هي جوجل اعتمدتها جديد، طب ليه ما ندرسش الكوتلين على طول؟ بص يا سيدي، الفكره بكل بساطه ان الكوتلين دي هي مبنيه على الجافا. يعني احنا هنتكلم على التاريخ القديم خالص، فانت تلاقي ان انت يعني المذر بتاعت كل اللغات مثلا هي السي، بعد كده سي بلس بلس، جافا، كوتلين، فهتلاقي ان كل واحده ايه بتابديت على التانيه. فلو انت بصيت على الكوتلين نفسها، فهي الكوتلين هي كويسه جدا، هي هتوفر عليك وقت كبير جدا في كتابه الكود، وهتحسن لك البرفورمنس، وطبعا فيها يعني فيتشرز حلوه جدا، زي مثلا فيتشر لو انت عندك علم صغيره بالبرمجه، ولو مش عندك علم كده كده ده يعني هنشرحه قدام، ما تقلقش من الحاجه دي. حاجه مثلا اسمها النال سيفتي، دي مثلا الكوتلين ايه بتعمل لها سبورت. طب دي حاجه مش موجوده في الجافا. طب لو انت رحت اصلا درست كوتلين على طول، انت اصلا ما تعرفش ايه المشكله اللي كانت في الجافا والكوتلين حلتها، فانت كده درست الحل من غير ما تدرس المشكله، فدي اصلا في حد ذاتها هي مشكله. فعشان كده الجافا بالنسبه للاندرويد ديفلوبمنت هي الاساس. اتعلم جافا كويس كويس جدا جدا جدا، لما هتيجي بقى تبدا في الكوتلين، او عايز اقول لك ان انت ان شاء الله بعد ما تخلص كورس الجافا تحديدا او السكشن الخاص بالجافا، انت هتقدر تبدا اي لغه ايا كانت ايه هي بكل سهوله. وطبعا بما ان الكوتلين هي يعني مندرجه تحت الاندرويد ديفلوبمنت، فانت برضه هتقدر ايه تبداها بسهوله جدا جدا جدا. طب ايه بقى البرنامج اللي بنستخدمه عشان نعمل عليه التطبيقات نفسها؟ هو برنامج اسمه اندرويد ستوديو. ده زي برنامج كده زيه زي الباور بوينت بالظبط، مش نفس الشكل قوي يعني، او هو ملوش علاقه بالشكل، بس اقصد من ناحيه ان هو ديسكتوب ابلكيشن يعني. فانت بتفتحه وتبدا تعمل فيه بقى الديزاين وتكتب الكود بتاعك وتطلع ايه الابلكيشن اللي انت عايزه. نيجي نتكلم بقى على الايفون اوبريتنج سيستم. فده برضو بيستخدموا لغه برمجه اللي اسمها سويفت، ودي الخاصه بالباك اند. وبالنسبه للديزاين في سويفت يعني هو بيكون مش بتستخدم بقى اكس ام ال زي مثلا في الاندرويد، لا انت بتكون بتعمل حبه حاجات دراج اند دروب كده على طول يعني. وفي نفس الوقت بقى البرنامج اللي بنستخدمه هو الاكس كود. فالاكس كود ده برنامج بالظبط زي اندرويد ستوديو، بيكون برضو فيه حبه فايلات، فايل للديزاين عشان تعمل مثلا انت عايز تحط بطن هنا، عايز تعمل ليبل هنا، عايز تعمل مش فاكر ايا كان ايديت تكست الى اخره. والسويفت بقى هي دي بقى هيكون بيه فايل تاني تكتب بقى فيه السويفت كود بتاعك عشان تبدا ايه تربط الديزاين باللوجيك، او تربط الديزاين بتاعك بلغه البرمجه. اخر حاجه بقى وهي الويندوز فون اللي خلاص تعتبر انقرضت، ودي كانوا بيستخدموا لها حاجه اسمها اكس اي ام ال في الديزاين، ودي اختصار لاكستنسبل ابلكيشن مارك اب لانجويج. ولو انا ما كنتش قلت الاكس ام ال دي اختصار لايه، فهي اختصارها لاكستنسبل مارك اب لانجويج. واللغه المستخدمه شوفوا يعني سبحان الله السي شارب استخداماتها كتيره جدا يعني، فالسي شارب دي برضو كانت ايه مستخدمه في الويندوز فون ك لغه برمجه. الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت ما وقفش لحد النقطه دي، لا كمان كمل وبدا يظهر عندنا حاجه بتندرج تحت اسم الكروس بلاتفورم. ايه بقى الكروس بلاتفورم دي؟ الكروس بلاتفورم دي بكل بساطه لو هنيجي مثلا نتكلم على حاجه مثلا زي فلاتر، في عندنا في الزامرين والرياكت نيتف والى اخره. فالموضوع بكل بساطه ان انت كنت بتكتب كود واحد ويطلع لك ابلكيشن اندرويد وابلكيشن اي او اس. فطبعا ده ايه اول ما انت تسمع حاجه زي كده، او اول ما اي حد يسمع اي حاجه زي كده هيقول لك خلاص انا كده اتعلم لغه واحده بس وهي هتطلع لي ايه ابلكيشن اندرويد وابلكيشن اي او اس.
هو انا هقول لك ان انت طول ما انت هتكون شغال على ابلكيشن صغير او ابلكيشن متوسط الحجم، الموضوع هيكون بالنسبه لك حلو جدا. اول بقى ما الابلكيشن يكون كبير، هو فعلا ابلكيشن يكون الانتربرايز كامله كده، شركه كبيره 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 فعليا، مش شركه مجرد ان هي اسمها كبيره بس هي مش كبيره يعني. ف ساعتها بقى تلاقي ان في بيرفورمانس ايشوز حصلت. ايه بيرفورمانس ايشوز دي، او يعني ايه بيرفورمانس ايشوز؟ البيرفورمانس ايشوز او اللي هي المشاكل اللي هتحصل دي، ان انت لما تيجي مثلا تفتح الابليكيشن وانت مثلا بتدوس على بطن معين او زرار معين بيوديك لصفحه تانيه كافتراض، فاول ما انت تدوس تلاقي الابليكيشن بقى يقعد يلود كده حبه حلوين كتير قوي لحد ما يوديك الصفحه التانيه. فهو الابليكيشن طبيعته ان انت بتحاول على قد ما تقدر انك تخلي اليوزر بتاعك يحب الابليكيشن. طب ازاي اليوزر هيحب الابليكيشن؟ من ضمن النقط الكتير قوي اللي تخلي اليوزر يحب الابليكيشن بتاعك ان هو يكون ايه؟ سريع. فطبعا لما انت هتيجي بقى تعمل الابليكيشن وشغال بطيء، فطبعا هو اليوزر ممكن يزهق يعني عادي. دي اليوزر هو بيكون فاتح مثلا البلاي ستور قدامه، هو عنده مثلا 10 ابليكيشنز بيعملوا نفس الحاجه بالظبط، فهو طبعا لو بيعملوا نفس الحاجه بالظبط يختار اي واحد؟ يختار اسرعهم، لو نفس الشكل نفس كل حاجه هيبدا يبص بقى على السرعه. فعشان كده كان البرفورمانس ايشوز دي كان فيها مشكله في حبه الحاجات اللي هي الايه؟ الكروس بلاتفورم. وبرده كان فيه مشاكل، انت ممكن مثلا البطن كنت حاطه فوق ممكن مره واحده تلاقيه نزل تحت يعني. فطبعا دي ايه؟ حاجه ما كانتش كويسه. فجاب بقى فلاتر اللي هي سنجل كود بيز، زي ما قلت لكم بتكتب كود واحد يطلع لك اندرويد واي او اس. وفلاتر دي هي فريم ورك. يعني ايه فريم ورك كده؟ بكل بساطه يعني هي حبه حاجات كتيره جاهزه بتساعدك انك تعمل ديفلوبمنت للابلكيشن بتاعك. فحبه الحاجات الكتيره الجاهزه دي مبنيه على لغه برمجه اسمها ايه؟ اسمها دارت. واحنا يعني قدام هنشرح تفصيليا ايه هو الفريم ورك، بس انا دلوقتي بقوله لك كده ببساطه عشان خاطر انت تكون متابع معايا الكلام الحالي. ففلوتر هو ليه بيقولوا عليها لغه المستقبل؟ هو اولا كده وقت يعني ما انا بسجل الفيديو ده، ففلوتر فيها مشاكل كتيره جدا، بس ده ما يمنعش ان هي من ناحيه الانيميشن هي رهيبه. يعني من ناحيه الديزاين هي يعني عايز اقول لكم اللي هيتعمل في الاندرويد مثلا في ساعتين هو يتعمل في فلاتر في نص ساعه مثلا او ربع ساعه حتى. فعلا الموضوع فيها يعني كويس من ناحيه الديفلوبمنت فيها سريع. طب ايه السبب التاني اللي بيقولوا ان فلاتر هتبقى لغه المستقبل؟ ان كان في المؤتمر اللي هم عملوه جوجل لما كانوا بيعلنوا عن فلاتر والخواص بتاعه فلاتر، قال لك ان فلاتر دي هي هتشتغل على اي حاجه بيكون جواها بيكسل او قايمه على نظام البيكسلز. يعني مثلا لو انت بصيت على الشاشه اللي قدامك دي هي مثلا جواها مئات البكسلز. البكسل هي وحدة القياس بالنسبة للشاشة عندك، هي بتكون ايه؟ نقطة صغيرة، مربع صغير كده. يعني حتى لو بصيت على شاشة التلفزيون عندك، لو حد عنده سمارت تي في فبرضه هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بكسلز. لما تيجي تفتح ويب سايت بكسلز، ايا كان الحاجة اللي انت شغال عليها هي قايمة على مبدأ ايه؟ البكسلز. وده المبدأ اللي هو بيكون فيه يعني معظم الشاشات الالكترونية يعني. فعشان كده هو بيقول ان فلاتر لغة المستقبل، انها تشتغل على كل حاجة بعد كده. وهي فعلا بدأوا يعني بقت وصلت بشكل كويس من ناحيه الابلكيشن ديفلوبمنت كاندرويد واي او اس، وفي نفس الوقت في الويب بدات برضو ان هي ايه يعني هي خلاص كان من فتره فيها في الالفا، كان بقى شغالين هم في الحاجه زي الفيرجن الصغير بالنسبه لفلاتر على الويب يعني، بس بداوا برضو ايه يطلعوا الويب دلوقتي بدا يظهر. فهيكون كويس ان انت يعني مستقبلا بعيد تتعلم فلاتر. طب برضو ليه ما اتعلمش فلاتر دلوقتي؟ ليه اتعلم اندرويد نيتف؟ خليني اقول لك على حاجه. اولا كده فلاتر انت لما هتيجي يعني تكتب الكود بتاعها، فانت مينلي عشان بما انها من جوجل فجوجل بتسبورت الاندرويد ستوديو، فانت هتكتبه على اندرويد ستوديو. فدي اول حاجه انت هتعملها، انت هتكتبها على البرنامج اللي هو اصلا بيستخدم ايه في الاندرويد، مش حتى بيستخدم في الاي او اس. تاني حاجه انا عملته بالظبط في 3 اسابيع، ولو هنقول مثلا ان هو هيكون في شهر اللي هو بالظبط نص الوقت. يبقى انت لو اتعلمت اندرويد نيتف كويس جدا جدا جدا، يبقى انت بالنسبه لك فلاتر دي هتكون برضو ايه؟ سهله.